نعم، يعني منذ اليوم الأول لنشأة هذا الكيان كان الهدف الأساسي هو الاستيطان. الاستيطان هو الركن الأساسي في المشروع الصهيوني القائم على أساس احتلال أرض فلسطين، بدءا من وعد بلفور وليس انتهاء بما يجري على هذه على الأرض هذه الأيام. بالتالي ما يقوم به ما تقوم به حكومة الاحتلال تحديدا في ظل وجود وزيرين من المستوطنين الذين يقطنون في أراضي الضفة الغربية، فسموتريتش مثلا يقطن إحدى المستوطنات المقامة على أراضي مدينة نابلس، في حين أن بن غفير يسكن في مستوطنة كريات أربعة في مدينة الخليل. بالتالي المشروع الاستيطاني هو المشروع الأساسي للحركة الصهيونية الإسرائيلية التي سعت منذ البداية إلى طرد المواطنين الفلسطينيين وإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. بالتالي ما يجري حاليا من تسارع عملية المد الاستيطاني والاستيطان في الشارع الفلسطيني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير المواطنين الفلسطينيين لا سيما في المناطق الواقعة إلى الشرق من الضفة الغربية، يهدف بالأساس إلى تقليل المساحات الممكنة المتاحة للمواطنين الفلسطينيين لإقامة منازل وتجمعات سكنية. بالتالي يعني هل تستغل إسرائيل الوضع الراهن أستاذ فراس؟ بكل تأكيد هي تستغل الوضع الراهن، تستغل وجود حكومة فيها الأكثر يمينية في تاريخ هذا الكيان. العالم منصب حاليا على ما يجري في قطاع غزة، كل التركيز على ما يجري في قطاع غزة من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. بالتالي تستغل حكومة الاحتلال هنا في الضفة الغربية إلى تدمير منازل الفلسطينيين، مصادرة المزيد من الأراضي ونشر أو بناء مستوطنات جديدة وترخيص بعض البؤر الاستيطانية، مثلا مدينة رام الله وتحديدا في بلدة سلجل شمال مدينة رام الله هناك بضعة مستوطنين أقاموا تجمعا أو بؤرة استيطانية غير شرعية. في كل ليلة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام هذه القرية ومحاولة طرد حتى المزارعين الفلسطينيين الذين يحاولون إلى هذه الأراضي أراضيهم التي يمتلكون أوراقهم الثبوتية. بالتالي هذا المشروع يمتد بشكل ويتصارع بشكل كبير جدا في محاولة لبناء أكبر قدر ممكن وفرض أمر واقع جديد على الأرض يجعل من إمكانية إزالة هذه المستوطنات أمرا بالغ الصعوبة. يتزامن هذا مع تنديد الخارجية الفلسطينية بهذا الإجراء وعقوبات من الولايات المتحدة على عدد من الفلسطينيين المستوطنين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة أستاذ فراس. بكل تأكيد، لكن يعني بيانات السلطة الفلسطينية هي عبارة عن بيانات استنكار ورفض، ليس إلا لا تمتلك أي ورقة ضغط على حكومة الاحتلال أو على ما يسمى بالمجتمع الدولي. أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فما تقوم به ليس أكثر من ضرب الرماد في العيون، فرض عقوبات على أربع مستوطنين في حين أن لديهم وزيرين يعني يقطنان في مستوطنات في الضفة الغربية، أحدهما وهو بن غفير أدين عدة مرات واعتقل عدة مرات بتهم الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وانتهاك ممتلكاتهم. وبالتالي كل ما يجري هو عبارة عن بضائع يتم تسويقها أمام المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة تحاول أن توازن فيما بين الفلسطينيين والمستوطنين. هذا الكلام قد ينطلي على البعض ولكنه لا يمكن أن ينطلي على المتابع الجيد لما يجري هنا على أرض الواقع. مثلا في بلدة حوارة جنوب نابلس حين هاجمها مئات المستوطنين بحماية ومشاركة جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال لم يتم توقيف أي منهم. خلال هذا منذ 7 أكتوبر حتى هذا اليوم لدينا 16 فلسطينيا قتلوا بنيران المستوطنين الإسرائيلي، لم يعتقل أي منهم ولو ليوم واحد، ما يعني أنها منظومة متكاملة، حكومة وجيش وشرطة ومستوطنين وحتى القضاء، القضاء متواطئ بشكل كامل مع حركات المستوطنين وما يسمون فتنة الاحتلال. بالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تصدر موقف علاقات عامة ليس أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي فراس أحمد اثنين على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة رام الله.